أحسن الله إليكم الشيخ. تقول السائلة من الأردن: فضيلة الشيخ، عندما تحصل لنا مناسبة فرح أو نجاح، نحن النساء نغني ونفرح ولكن دون اختلاط الرجال بنا، فما الحكم في ذلك؟ مأجورين؟ لا بأس به، بل هو مشروع لإظهار لإعلان النكاح، يكون بالدف، ضرب الدف بين النساء، ويكون بالغناء الذي ليس فيه مجون وليس فيه تطريب، ما يكون على شكل الأغاني الماجنة المعاصرة الآن، وإنما هو غناء عادي بأصوات مجردة، ولا يكون معه معازف ولا مزامير، وإنما يكون معه دف، والدف معروف، فهذا من أجل إعلان النكاح، وهو سنة. نعم.